بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخصائية مكافحة العدوى أشواق الطحيني من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة. اليوم راح نتكلم بإذن الله عن المعايير التقييمية لمغاسل المنشآت الصحية. عندنا نوعين، راح نتكلم عن ما هو الفرق بينهم، اللي هي المغاسل المركزية والمغاسل الخارجية. هي تقريبا نفس المعايير، ولكن في بعضها تكون غير متوفرة في المغاسل الخارجية. أول بيكون عندنا كمعايير، عندنا بداية المعايير بيكون عندنا بيانات خاصة بمقيم المغاسل، وأيضا بيانات خاصة للمنشأة الصحية. مثال على ذلك أنه هنا إحنا عندنا راح نحط المنطقة، مثلا منطقة الرياض، اسم المنشأة مثلا إمام عبد الرحمن بن فيصل، تصنيف المنشأة إذا هي عامة أو تخصصية، نضع السعة السريرية، وعندنا المدينة مثلا اللي هي الرياض، المقيم اسم المقيم الأول مثال مثلا أشواق الطحين، المقيم الثاني مثلا إيمان مثلا، بيكون عندنا البريد الإلكتروني الخاص بالمقيم، وأيضا تاريخ الزيارة نضعها، والمشاركون بالزيارة مثلا إذا كان عندنا أحد من معانا في المنشأة كان معانا مرافقنا داخل الزيارة مثلا من إدارة مكافحة العدوى أو مدير المستشفى أو غيره. بناء على ذلك أنا أضع أسماء المشاركون في الزيارة. عندنا هنا أيضا عندنا هذه يوضح لنا كيف أنا أعبي أو أملي عندي أو أقيم المعايير القادمة اللي هي السب ستاندر. عندنا المعايير الفرعية إذا كان مطابق المعيار إذا بحط رقم 1 بيكون باللون الأخضر، إذا 0 بيكون غير مطابق، وإذا نن أبليكبل هذه راح أستخدمها في المعايير اللي تكون هي غير متواجدة في حال إذا كانت عندنا المغاسل الخارجية. بالنسبة عندنا اللي أيضا أمام المعيار بيكون عندي في 3 activity أنشطة، ممكن بيكون observation راح ألاحظه بالعين المجردة، أو staff interview عن طريق السؤال أو مقابلة الموظفين، الثالث بيكون document عن طريق أني أشوف وثائق خاصة بالمعيار. عندنا المنطقة الأولى أو المعيار الأول، منطقة الاستلام. عندنا منطقة الاستلام هذا المعيار الأول، ويندرج تحته 6 معايير فرعية. المعيار الأول بيكون المنطقة تكون نظيفة خالية من الأشياء التي لا علاقة لها بمنطقة العمل. إذا تكون نظيفة ما فيها أي شيء من الأدوات أو الأمور التي لا تخص منطقة الاستلام، أو مثلا يكون فيها أكل أو أمور بهذه الطريقة، إذا لازم أنا أتأكد وأشوف. بهذه الطريقة راح أقيم عن طريق الأوبزرفيشن الملاحظة، وأحط الدرجة والتعليق هنا الريكومنديشن في كل معيار. إذا كان رقم 1 إذا أخضر ما يحتاج ريكومنديشن، لكن إذا كان عندي أحمر إذا أحتاج أنا ريكومنديشن. رقم 2، الأرضيات نظيفة ومقاومة للانزلاق ولا يوجد بها شقوق. زي ما يعني لازم يكون انت عارفين احنا أجواء المغاسل خاصة فيها ممكن تكون ممكن لا سمح الله مع الرطوبة مع السوائل بهذه الطريقة، إذا لازم أنا عشان أحافظ على العاملين يجب أن تكون مقاومة للانزلاق أحافظ عليهم، ولا يوجد بها شقوق. ليش؟ لأن الشقوق إذا كانت موجودة في الأرضيات بتكون بيئة مناسبة لنمو الأورجانيزم، وبهذه الطريقة ممكن تكون source of infection. عندنا رقم 3، الحوائط والأسقف وإمدادات الأنابيب الخارجية تكون نظيفة خالية من غبار النسيج والأوساخ ولا يوجد بها تشققات. ليش؟ زي ما قلنا ان النظافة مهمة، وانها تكون غبار النسيج يكون زي الوبر ملتصق بالتشققات، وايضا ممكن يكون ملتصق في اماكن التهوية، اذا ضروري انها لازم تنظف تنظيف دوري عن طريق عمل التعاون مع ادارة الصيانة داخل المنشأة بحيث يتم تصينها وتنظيفها باستمرار. رقم 4، المفروشات تصل الى المغسلة في طريق عن طريق ايش؟ كيس ملائم مغلق الاحكام، وايضا تكون مخصصة.
كيف تكون الأكياس مخصصة؟ أن تكون غير منفذة للسوائل، لأن هي الخاصة بالغسيل تكون غير منفذة للسوائل. أيضا لازم مهم جدا أن في المعيار الخامس أن يرتدي العاملون وسائل الحماية الشخصية اللي هي البي بي إي، مريول يكون اللي هو الجاون يكون غير منفذ للسوائل، ويكون لابس اللي هو الهيفي ديوتي جلوفز اللي هي القفازات الخدمات الشاقة. أيضا يجب وجود جداول تنظيف دورية، ولازم هذه أنا إيش أقيمها عن طريق الدكمنت، يعني أشوفها لازم أمامي تكون لازم جداول تنظيف مستمرة بين كل شفت وشفت، بهذه الطريقة أكون أنا تأكدت أنها موجودة. عندنا رقم 2 العربات وحاويات النقل. عربات وحاويات النقل عندنا الستاندر الأول إنها تكون العربات نظيفة من الداخل ومن الخارج، من الداخل ومن الخارج، وتكون بحالة جيدة ما يكون فيها شقوق كسور، لازم تكون ممتازة. أيضا المعيار الثاني لا يتم نقل المفروشات النظيفة المتسخة في نفس العربة. هنا أنا راح أسأل عندي هنا ممكن observation ممكن staff interview، فأنا راح أشوف هذه بعيني، لازم إنه يكون في code color كل حاويات مثلا النقل اللي هي للمتسخ مثلا تكون عليها sticker red مثلا، والحاويات النقل النظيفة تكون مثلا عليها sticker أخضر، ولازم يكون في جدول أصلا لتنظيفها كمان، وتكون يعني منفصلة، ما يكون تنظيفها مع بعض، عن طريق إني أشوفها. وأيضا أسأل كمقيم، أنا يكون لازم يكون أنا عندي مثلا بعض النقاط اللي فيها مثلا ذكاء، إني أسأل كيف أنتم عندكم الموجودة عندكم العربات، هل تستخدمونهم نفس العربات، هل أن يتم استخدامها النظيف ثم المتسخ أو يجمعونها مع بعض، أو مثلا ممكن تسألهم وين مكان تخزين العربات النظيفة، وين يتم غسل المتسخة. بهذه الطريقة يكون أنا أقدر أستنتج وأعرف الإجابة. المعيار الثالث يتم تنظيف العربات وتطهيرها بعد تفريغ المفروشات المتسخة، زي ما سألنا ممكن عن طريق السؤال راح أقدر أغطي حتى هذا المعيار، إنه راح يقولوا لك لا فعلا إحنا ننظفها تنظيف مباشر بعد استلام الملوثة بعد تفريغها، ونطهرها بالمطهرات المعتمدة بوزارة الصحة ومراعين الكونتاكت تايم، وكل هذا يكون لازم أنا عن طريق الأسئلة والأوبزرفيشن. المعيار الرابع إنه يتم جمع المفروشات شديدة التسخ في أكياس مانعة للتسرب، زي ما ذكرنا لازم يكون المنشأة عندها أكياس مانعة للتسرب وتكون قابلة أيضا للذوبان، وزي ما قلنا ممكن عن طريق السؤال، ممكن بعض الأسئلة تغطي لك عدة معايير، فأنا أشوف كيف طريقة السؤال عندي بطريقة إني أقدر أغطي كذا معيار وأقيمهم. الرقم 5 المفروشات المتسخة يتم التعامل معها ونقلها من مناطق رعاية المرضى إلى المغسل بطريقة آمنة تمنع انتشار العدوى والتلوث، والمفروشات النظيفة يتم إعادتها إلى الأقسام بطريقة لا تسمح بتلوثها. كيف؟ أني أنا لازم يكون عندي باثوي، طريق خاص للنقل يكون بعيد عن ازدحام المرضى ومع مناطق المرضى، يكون لي ممكن يكون لي مثلا اللي هو ليفت أو أسانسير للخدمات نقل الخدمات. أيضا أكون بعيدة أتخذ الطرق، لازم نعلم العمال أنهم يتخذون الطرق الأبعد عن المرضى. وعند النقل المواد اللي هي المفروشات النظيفة أنا لازم أكونها باكينج مغلفة وبلاستيك، وتكون مغطية العربة بحيث أني ما أسمح أي تلوث يدخل العربة. المعيار السادس يتم وضع المفروشات في غرف من غرف العزل والمفروشات المشبعة بالدم وسوائل الجسم في أكياس قابلة للذوبان في الماء قبل وضعها بأكياس المانعة للتسرب. إذا أنا عندي زي ما قلنا الكيس الأول بيكون قابل للذوبان لأني أحط المفروشات اللي فيها سوائل. رقم 2 إني أحطها في الكيس اللي هو مانع للتسرب واللي هو للكل. أنا ذكرتها هنا في هذا إنه يكون عندي كيس مانع للتسرب
لكل الغسيل أو المفروشات، ولكن زيادة ذكرتها وهنا مفصلة إنه ممكن أنا إذا كان عندي دم أو انسكابات كبيرة لسوائل الجسم أو vomiting إني أحطها أول حاجة في الكيس اللي هو القابل للذوبان، ثم توضع في الأكياس اللي هي المانعة للتسرب. هذه برضو عن طريق إني أسألهم وأيضا عن طريق الملاحظة. آخر معيار عندي في السب ستاندر، المعيار الفرعي في هذا المعيار، يتم نقل المفروشات النظيفة في عربات مغلقة ومغطاة مثل ما ذكرت قبل شوي. رقم ثلاثة عندنا أو المعيار الثالث منطقة الفرز. منطقة الفرز يتم أو عندنا 12 معيار فرعي. المعيار الأول يتم ارتداء ملابس الوقاية الشخصية للعاملين في منطقة الفرز وتصنيفها، أي زي ما ذكرت سابقا أنه لازم يلبس نفس العامل وسائل الحماية الشخصية البي بي اي، ويكون الجاون غير منفذ للسوائل، ويلبس الهيفي ديوتي جلوفز، ويتم التصنيف. أيضا عند التصنيف لازم أتأكد أن ما يكون في أدوات حادة، ما يكون في شاش أو قطن، فلازم يتوفر زي ما ذكرت في منطقة اللي هي إذا كان منطقة الفرز مع الاستلام، فيكون عندي الشار كونتينر، ويكون عندي بيكون عندي اللي هو الأكياس الصفراء الخاصة للقطن أو الشاش اللي ألاقيهم. أيضا إذا لقيت في حال الفرز لقيت عندي أدوات حادة أو قطن وشاش، راح لازم أعرف من أي قسم عشان نعمل تقرير ريبورت ويتم إرساله، بحيث أن نتحاشى هذه المشكلة في الأيام القادمة. يتم من تبليغ العامل يبلغها السوبرفايزر، السوبرفايزر يبلغ الرئيس الخاص بالقسم اللي مثلا جاء منه هذا الشيء أو تكرر، بحيث أنه إيش يتم تحاشيه أو تفادي المرة القادمة. المعيار الثاني يتم نزع ملابس الوقاية الشخصية. وين يتم نزعها وغسلها أو تطهيرها؟ يكون إيش والتطهير الإيد، يعني إنه يتم نزع الملابس الوقاية الشخصية واحد، ونعمل تطهير أو غسل للأيدي، ولازم يكون عندي متوفر مغسل عشان أقدر، يعني لازم أنا ألاحظ بعيني observation، وممكن إني أسألهم أشوف هل متوفر مغسلة، متوفر عندي الجل الكحولي، ليش؟ عشان أقدر يساعد العمال على تطبيق هذه الأشياء. إذا يتم نزعها بالمكان المخصص للنفايات، وأيضا يتم التخلص منها، وأيضا يتم غسل وتطهير الأيدي في نفس منطقة الفرز. رقم ثلاثة أنه العاملين يكونون على دراية تامة بالطريقة الصحيحة للتخلص من الأدوات الحادة التي توجد في المفروشات، زي ما قلت لكم هذا عن طريق الإديكيشن. تمام، لازم يكون السوبرفايزر تبع المغسلة عامل إديكيشن لنفس العمال، بحيث يعرفون جميع الطرق في التخلص من الأدوات الحادة، بحيث أنهم ما يصابون بوخز من قبل الأدوات الحادة. رقم أربعة، العاملون على دراية تامة بالطريقة الصحيحة للتصرف عند التعرض للدم وسوائل الجسم الأخرى، برضه نفس الطريقة. نفترض أنهم تعرضوا، لازم يعرفون كيف الطريقة الصحيحة، أنهم لازم يغسلون إيدينهم أو بالمكان اللي تعرض فيه بالموية الوفيرة، وأنهم برضه يبلغون السوبرفايزر. يتم التخلص من النفايات، قلنا قطع الشاش هذه كلها ذكرتها، بس الآن هنا مفصلة بالطريقة الصحيحة اللي هي تكون بالأكياس الصفراء. يتم التخلص من المراتب والوسائل الغير قابلة للغسيل والمتسخة والملوثة، في بعضهم يعيدوا استخدام المراتب والوسائل وهي ما فيها خاصية اللي هي الغسيل وتكون ملوثة، يعني ما نقدر لا ننظفها بس يعيدون غسلها، فهذه خطأ. برضه عن طريق أني ممكن أسألهم أعرف. لتتوفر حاويات اللي قلنا الشارب كونتينر والأكياس الصفراء، ولكن لازم أنا أعمل observation أشوفها، لازم أنها ما تمتلي أكثر من 3/4 اللي هي قوانين مكافأة عدوى عامة. عندنا الحوائط والأسقف تكون نظيفة خالية من الغبار النسيج والأتربة والأوساخ، وما يكون بها شقوق زي ما ذكرنا. هي كل منطقة بينعاد عندنا هذا المعيار سابقا. ضغط الهواء لازم يكون التهوية في منطقة الفرز متطلب انه يكون سالب الضغط، اذا لازم تكون نيجاتيف بريشر.
ليش؟ عشان إن هي منطقة راح أستلم فيها وأفرز اللي هي المفروشات المتسخة. الأرضيات تكون نظيفة ومقاومة للانزلاق ولا يوجد بها شقوق، نفس الكلام اللي قلناه سابقا. شبكات غبار النسيج وفتحات التهوية لازم تكون خالية من الغبار والأتربة، ويوجد أيضا يوجد جدول للتنظيف الدوري. إذا في بعض المعايير مشتركة في كل المعايير الفرعية مشتركة في كل معيار. عندنا رقم 4، منطقة الغسيل. منطقة الغسيل عند المعيار الأول الأرضيات تكون نظيفة ومقاومة للانزلاق ولا يوجد بها شقوق، نفس الكلام راح نشوفها observation. الحوائط والأسقف نظيفة وخالية من غبار النسيج والأتربة والأوساخ، نفس المعايير السابقة. أن لازم أتأكد أشوفها بالعين المجردة، وإذا لقيتهم ما هم متبعين، لقيتها فعلا الحوائط كذا، راح أحط صفر، لازم أعطيهم recommendation. أنتم لازم يكون في العمال لازم يجون، لازم تسوون يعني تواصل مع الصيانة بأن يكون في تنظيف دوري، وبحيث أن إيش ما تتراكم الأوساخ والغبار. رقم 3، المعيار الثالث اللي هو يفضل وجود غسالات ذات بابين، اللي هي تكون من منطقة الغسيل وأستلمها من الباب الثاني بعد تنظيفها أو بعد غسيلها، مصطلح أفضل. الرقم 4، الغسالات النظيفة خالية من الطحالب والأتربة والأوساخ. لازم أنا مثلا أقول لهم افتحوا لي نفس الغسالة، ألاحظها أشوفها بالعين هل فعلا هي نظيفة ما فيها أوساخ طحالب أو خضار، أعرف أنهم أوكي نظيفة. إذا لقيت هذه الأشياء معناتها صفر، وأعطيهم ريكومنديشن. طبعا في عندنا هذه الخانة للريكومنديشن، مو بس أنا أحط المعيار هذا لاحظته، هنا بحط 0 أور 1، وهنا راح أحط التوصية، غير أني أقولها شفهيا لكن أحطها هنا بحيث أني لما أرسل الريبورت يكون واضح بالضبط ليش المعيار هذا باخذين فيه صفر. أيضا يتم الغسيل عن طريق رقم 5، أن يكون المؤشر التشغيل الزمن الدوري ودرجة الحرارة كلها متاحة، وأني أقدر أشوفها وأسألهم هل كيف عندكم دورة الغسيل، هل درجة الحرارة تشوفها واضحة قدامك أو لا. ولازم درجة الحرارة تكون 71 درجة مئوية، ويكون الزمن لا يقل عن 25 دقيقة. يتم استعمال المطهر الكيميائي الملائم بتركيز معروف. أيضا نفس الشيء هذا راح أنا أسأل الستاف انترفيو، أنتم كيف تستخدمون المطهر الكيميائي؟ هل يفضل هو طبعا الآن غسيل، ثم الدورة الثانية اللي هي يكون فيها الشطف، يكون فيها الكلور، بحيث أن يكون ملائم ما يكون قوي على الأنسجة ويتلفها. رقم 8، أنه خطوات الغسيل صحيحة وتكون درجة حرارة الغسيل مضبوطة زي ما ذكرنا، ويتم تطهيرها تطهير حراري، وأيضا يكون المطهرات اللي أنا أستخدمها لازم تكون بتركيز معروف وصحيح ومعتمدة من وزارة الصحة. رقم 9، يوجد جدول نظيف عذرا يكون يوجد جدول للتنظيف، ويكون التنظيف يكون دوري زي ما ذكرنا للمنطقة سابقا في جميع المناطق. رقم 5، عندي 5 معايير اللي هي منطقة المجففات الكي والطي، راح بعد ما يتجفف راح أستقبلها أعمل لها كي طي، ولازم أفحصها كمان أشوفها إذا كانت كويسة تغسلت كويس، ولازم تكون المجففات نظيفة وخالية من بقايا النسيج، وبرضه تكون المنطقة نظيفة خالية من الغبار والأوسخة، نفس الكلام السابق. وبرضه أتأكد من المكاين بنفس الطريقة أنها تكون خالية من الأوساخ والأتربة والأنسجة. والأرضيات زي ما قلنا تكون نظيفة خالية من الشقوق زي ما قلنا، لأن أي شقوق راح يكون source of infection ويكون بيئة كويسة للأورجانيزم. أيضا يتم تغليفها، ويكون أقل التغليف يكون بالطريقة السليمة بأكياس مقاومة للسوائل محكمة الإغلاق، ونوضعها في أعربات النقل. وفي بعض المستشفيات لا عندهم، يكون هم رفوف مغلقة يعملون فيها، يكون فيها ستور بيحافظون عليها، وبعدها يجون ياخذونها للقسم المعين. فتحات التهوية زي ما قلنا بالسقف تكون نظيفة وتحتوي على شبكة لحجز الغبار والنسيج،
ويتم تنظيفها بشكل دوري زي ما ذكرنا سابقا، يعني انه يكون في تنظيف، انا مع قسم الصيانة اسوي جدول تنظيف، ودائما الفتحات التهوية لازم يكون فيها زي الشبك، بحيث لما تمسك غبار النسيج والأنسجة يصير سهل النسيج، غبار النسيج يكون سهل تنظيفه، لا ينفك نفس الشبك ويتنظف ويرجع ويكون نظيف. رقم 6 عندنا منطقة التخزين أنها تكون لازم نظيفة. عندنا 8 معايير، عندنا يتم تخزين المفروشات النظيفة في مكان نظيف وجاف، لازم يكون نظيف وجاف ومو أي أحد يدخل هالمكان، لازم خلاص تكون غلفناها بلاستيك وليبلينج وحطيناها وتكون في مكان نظيف وجاف، وعلى حسب البوليسي حقت المستشفى يتم استلامها مباشرة أو يتم استلامها على حسب الجدولة الموجودة أو البوليسي المتبع في المستشفى. منطقة التخزين تكون معزولة تماما منطقة عن المنطقة المتسقة، يعني ما يكونون قرب بعض، ودائما نحن لازم نحافظ على الدايركشن من المنطقة النظيفة المنطقة المتسخة إلى النظيفة، وتكون بعيدة عن بعض. وفي بعض المستشفيات يقسمونها قسمين، قسم للمتسخ وقسم للنظيف، ويقسمونها يعني في بعض المستشفيات الصغيرة تكون منطقة الطي والكي بنفس الجهة، ويكون في مكان خاص للتخزين، وأيضا يكون المتسخ يكون في الفرز والغسيل يكون ما بينهم. أيضا نرجع هنا للمعيار أن يتم تغليف المفروشات في أكياس مغلقة بإحكام لتكون جاهزة للتوزيع على الأقسام بواسطة العربات النظيفة. 4 أرفف التخزين نظيفة، لازم تكون نظيفة وما تكون فيها أي غبار. باب منطقة التخزين يكون مغلق دائما، وأيضا تستخدم الغرفة فقط لتخزين المفروشات النظيفة، يعني أنا ما أستخدمها لأي حاجة ثانية. رقم 7 تكون لها مواصفات الأرفف للتخزين، يكون تكون فوق يعني تبعد عن الأرض 15 سنتي إلى 20 سنتي متر، واثنين ونص أو 5 من الحائط و 25 سنتي من السقف، لازم يكون هذا متوفر. وأيضا يوجد جدول للتنظيف الدوري. رقم 7 وهي آخر معيار عندنا، الاعتبارات العامة. عندنا رقم 1 يوجد فاصل مادي بين المنطقة الملوثة والنظيفة، لازم يكون في جدار تمام أو يعني فصل كامل. رقم 2 يوجد اتجاه واحد للمسار، ذكرتها أنا سابقا، اتجاه واحد لمسار العمل المتسخ إلى النظيف، يعني الاستلام، الفرز، الغسالات، التجفيف، الكي والطي والتخزين. رقم 3 يتم تخصيص عمالة منفصلة للمنطقة الملوثة والنظيفة، يعني أنا العمال اللي يشتغلون معي في المنطقة النظيفة ما هم نفس العمال اللي يشتغلون في المنطقة الملوثة. ليش؟ عشان لا يصير cross of infection أو cross of contamination، يعني ينتقل الكروس اوف كونتمينيشن، يعني بيكون عنده ينتقل مثلا اذا كان هو نفسه يشتغل في النظيف والوسخ، فيجي يفرز في المكان المتسخ ويروح المكان النظيف، كذا ما استفدنا شيء، كل الغسيل او المفروشات يتم تنظيفها راح ترجع تتسخ مره ثانيه. درجه الحراره والتهويه تتراوح ما بين 21 الى 24 درجه مئويه، ونسبه الرطوبه ما بين 30 الى 60%. رقم 5 لا تستخدم أدوات أو حاويات أو طاولات مصنوعة من الخشب أو مواد غير قابلة للتنظيف. ليش؟ لأن أنا ممكن تكون الطاولات إذا كانت خشب ممكن تتفتح يصير فيها شقوق وتكون قابلة أو بيئة جيدة لنمو الأورجانيزم، إذا هي غير كويسة ما تنفعنا غير جيدة، وأنها تكون لازم قابلة للتنظيف أقدر أنظفها وسهلة التنظيف. يمنع الأكل والمشروبات والتدخين في أقسام المغاسل. في حال اتباع المنشآت الصحية لسياسة عدم الفرز يتم تجميع المفروشات المتسخة في أكياس قابلة للذوبان في الماء، هذه ذكرتها في أول في معيار الفرز ذكرتها، وذكرتها أيضا في معيار الاستلام. مشرف المغسلة له خبرة في مجال العمل والتعامل مع المفروشات المتسخة والملوثة، وباقي طاقم العمل لديه القدرة على توضيح خطوات المختلفة والمؤشرات المطلوبة اتباعهم، لازم يكون عندهم خلفية كاملة كسوبرفايزر أو العمال نفسهم،
ولازم يكونون عارفين إيش الخطوات الدورة الغسيل بالضبط، وإن كيف الطريقة الصحيحة للواقيات الشخصية، لبسها وخلعها، يعملون لهم ميديكيشن، طريقة غسل الأيدي، درجات حرارة الغسيل، تركيز المطهرات. لازم يكون عندهم، يكونون أوير بكل هذه الأشياء، تكون عندهم علم كامل بهذه المعلومات. يعني أي موظف جديد يجي على المغسلة لازم السوبرفايزر بالتعاون مع إدارة وكالة العدوى يتم ترتيب لهم إديكيشن خاص، ما هي الأمور المفترض إنه يسويها ويتبعها من ممارسات شخصية، مثل غسل الأيدي، لبس وخلع الواقيات الشخصية، وش اللي يلبسها، كيف طريقة الفرز، إيش درجات الحرارة المطلوبة، كيف طريقة تشغيل الغسالات، تجفيفها، الكي والطي، كيف إنها بعد كيف يعمل فحص للمفروشات. كل هذه لازم يكون على دراية كاملة، بحيث يكون سيف له كعامل، وأنه بإذن الله تكون يحافظ على صحته وصحة غيره. وبكذا انتهينا من شرح المعايير، أتمنى أن يكون وصلتكم إياها بالطريقة الصحيحة وسهلة إن شاء الله الفهم، وأشكركم على الاستماع، ونأمل إن شاء الله نقابلكم في محاضرات أخرى. وشكرا لكم، مشواق الطحيني.